ينضم إلينا مراسلا الغد من موسكو يوسف بيغار ومن كييف عامر العروقي. أبدأ معك يوسف، بيان وزارة الدفاع الروسية. سينار، وزارة الدفاع الروسية كشفت في بيانها بأن الجيش الروسي حقق ما وصفته بالتقدم الكبير في جمهورية دونيتسك. أثناء هذا الهجوم الروسي تم القضاء على أكثر من 85 عسكري أوكراني وتدمير عدد من المدرعات والدبابات التي كانت تحاول القوات الأوكرانية من خلالها اختراق دفاعات القوات الروسية في جمهورية دونيتسك. البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية أشار أيضا إلى تقدم كبير للقوات الروسية في محور كراسني ليمان والقضاء على حوالي 60 عسكري أوكراني في هذا المحور، بالإضافة إلى إحباط عدد من الهجمات التي قامت بها القوات الأوكرانية في محور كوبيانسك والقضاء على 65 عسكري أوكراني. البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية أشارت من خلاله أن الجيش الروسي قام بتدمير 3 مستودعات للصواريخ والذخيرة للقوات الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا، بالإضافة إلى تمكن مضادات الدفاع الجوي الروسية من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 وكذلك 6 طائرات مسيرة في مناطق متفرقة. هذا البيان جاء بعد تصريحات لوزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو أثناء اجتماع مع القيادة العسكرية في وزارة الدفاع الروسية. شيغو تطرق خلال تصريحاته إلى ما وصفه بالخسائر في صفوف القوات الأوكرانية خلال شهر نوفمبر، والتي فاقت 8300 عسكري وأكثر من 100 دبابة و5 طائرات و10 طائرات مروحية بحسب الأرقام التي كشف عنها وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو، الذي وصف أيضا الهجوم الذي تقوم به القوات الأوكرانية واستهدافها لمحطة زاباروجيا بمثابة الإرهاب النووي، ودعا القوى الغربية لوقف ضخ السلاح للجيش الأوكراني ومطالبة نظام كييف بوقف الاستفزازات التي تطال محطة زاباروجيا. ابقى معنا يوسف، أتحول إلى عامر العروقي من كييف. كيف هي الأوضاع على الأرض عامر، وهل هي تتطابق مع ما يرد في بيانات وزارة الدفاع الروسية أم لا؟ نعم سرار، وفقا أيضا لبيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الذي يصدر تباعا على مدار ساعات اليوم، يؤكد بيان هيئة الأركان العامة استمرار المعارك في الجبهات الشرقية وتحديدا في المحاور الاستراتيجية أهمها محور ليمان وكوبيانسك وأيضا محور بخمود الجانب الأوكراني. إلى حد هذه اللحظة متحفظ حسب وصفه بمواقعه في هذه المنطقة، خاصة منطقة بخمود، خاصة وأن الجيش الروسي يكثف ضرباته الصاروخية على هذه المنطقة في محاولة منه لاختراق الدفاعات الأوكرانية في هذه المنطقة، كذلك الحال بالنسبة لمحور أفديفكا وأسويدار. لكن التغيير الذي طرأ على هذه الجبهة أو ربما اللفتة التي طرأت على هذه المنطقة الشرقية هي زيارة الرئيس زيلينسكي إلى منطقة سلافيانسك، وهي منطقة استراتيجية تقع ضمن إقليم الدنباس وضمن مقاطعة دونيتسك، وهي منطقة تقع في شمال منطقة دونيتسك. منذ الأيام الأولى كان الجيش الروسي يسعى حسب ما يقول الجانب الأوكراني إلى السيطرة على هذه المنطقة، أي منطقة سلافيانسك ومنطقة كراماتورسك المهمة في مقاطعة دونيتسك. لكن اليوم جاءت زيارة الرئيس الأوكراني وبعث من خلالها رسائل إلى الجيش الأوكراني الذي يحارب في هذه المنطقة، خاصة وأن أوكرانيا تحتفل اليوم بعيد الجيش الأوكراني. هذا فيما يخص المناطق الشرقية ومقاطعة دونيتسك. أما فيما يخص المناطق الجنوبية، قصفت القوات الروسية وفقا لبيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قصفت القوات الروسية كل خط التماس في المناطق الجنوبية الفاصل بين مناطق سيطرة القوات الأوكرانية والفاصل بين مناطق سيطرة القوات الروسية، على غرار على سبيل المثال على ما حدث في منطقة نيكابل، وهي منطقة تابعة
التابعه لمقاطعه دنيبروبتروفسك، وحسب ما قال عمده المدينه فان القوات الروسيه قصفت هذه المدينه بعشرات الصواريخ. كذلك ايضا الحال بالنسبه لمنطقه زاباروجيا، وفقا لما اعلن الحاكم العسكري في هذه المنطقه قال بان الجيش الروسي ايضا قصف هذه المنطقه بعدد من الصواريخ. وكذلك الحال بالنسبه لمنطقه ميكولايف الواقعه على حدود مقاطعه خرسون. نعم سنة. إذن من كييف عامر العروقي ومن موسكو يوسف بيجار مراسلانا، شكرا جزيلا لكما.